كاظم الساهر بغني مع حفيدته في أمريكا. ظهر برفقة أحفاده على خشبة المسرح وخطفوا الأنظار بوسامتهم. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ظهور كاظم الساهر في حفله الأخير. شارك الفنان كاظم الساهر متابعي عبر حسابه الشخصي على موقع صور والفيديوهات إنستغرام بمقطع مصور جمعه بحفيداته، وذلك خلال حفل الغناء الأخير بمدينة هيوستن ضمن جولته الأمريكية. غنى القيصر أغنية عيد العشاء برفقة حفيداته سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، وتفاعل جمهور الحفل مع ظهور حفيدات كاظم الساهر. تم تداول المقطع المصور بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وتغزل الجميع في جمالهم ورقتهم. في حفل كاظم الساهر الأخير شعر بتعب مفاجئ على المسرح بسبب الدوار المفاجئ، فاضطر لاستكمال حفل وهو يجلس على كرسي، وكان في بعض الأحيان بيقف أثناء الغناء ثم يعود للجلوس مجدداً ليستريح. كاظم الساهر بفضل حياة العزوبية وما بيعيش تجارب عاطفية كثيرة في حياته، فتزوج كاظم مرة واحدة وهو في عمر 20 سنة، وكانت هذه الزيجة من سيدة خارج الوسط الفني وكانت من نفس عمره تقريباً، لكن الانفصال وقع بينهم سريعاً بعد ما أنجب أبناء وسام وعمر. وكشف فيما بعد أنه سبب الانفصال هو صغر سنه وعدم نضج الطرفين بشكل كافي لتحمل المسؤولية. كاظم الساهر واحد من أشهر نجوم العراق في الوطن العربي، لكنه مر بمحن كثيرة في حياته ساعدت في تكوين شخصيته، فبسبب فقره عمل في العطلات الدراسية بعدة أعمال، منها بائع مثلجات وبائع كتب، بالإضافة إلى أحد المصانع للنسيج، حتى جمع ثمن أول آلة موسيقية بمبلغ 12 دينار. انطلق كاظم الساهر في عالم الفن والغناء باللون الطربي الأصيل، واشتهر بتعاونه مع كبار الشعراء على رأسهم نزار قباني، وكان لهذا التعاون بصمة خاصة في تاريخ الفن، واعتبر البعض كاظم أفضل من غنى القصائد باللغة العربية الفصحى. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.